أقيمت في مدينة الكوت ورشة عمل لتقييم الأولويات الوطنية وأهميتها في مكافحة الفساد وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني تلبية لاحتياجات المجتمع ووضع حلول تتناسب مع الوضع الحالي لعام 2022 مع وجود دورة برلمانية جديدة. صارت ورشة قيمة مع جمعية الميثاق للتنمية والتطوير واللي تخص هي مجموعة من النقاط المهمة هي البترادولار، أول نقطة الأموال الموجودة أموال المساهمة الاجتماعية وآلية صرفها والمحافظة عليها حتى تكون صرفها بالأماكن المحددة، هي بالذات للخدمات الموجودة في الأقضية والنواحي في المحافظات المعنية النقطة، وأيضا قضية حقوق الإنسان وأضرارها على المجتمع اللي هو تكون حول الحقل النفطي من غازات سامة وغيرها، ايضا تكون معالجه حقيقيه، واحنا كنواب ايضا متابعين هاي القضيه وراح ناخذ اجراءات صارمه بهاي القضيه. وايضا تحدثنا هنا في عن قضيه المخبر السري واليته ممكن يفعل وكثير من الامور اللي تخص المجتمع. مع وجود الوفره الماليه التي افصحت عنها وزاره الماليه التي هي ما يقارب 90 مليار دولار، العراق بحاجه الى الكثير من الخدمات من البنى التحتيه، وبحاجة أيضا للشعب العراقي أن يطمئن إلى أنه هذه الأموال اللي هي بالنتيجة ملك للشعب العراقي أن لا تسرق كما سرقت أمواله بالسابق، وأن توضع من قبل خبراء من قبل ناس أمناء. هنالك أمل لدى الشعب بأن هنالك ثلة طيبة في البرلمان ممن انتخبهم بأن يتابعوا هذه الملفات وهذه الأموال كيف تصرف، وألا تذهب إلى جيوب الفاسدين كما كانت في السابق. طبعا تعمل منظمات المجتمع المدني من أجل تسليط الضوء على كل حالات الفساد الموجودة في المجتمع وخاصة في مؤسسات الدولة، وهناك تقارير عالمية وخاصة منظمة الشفافية العالمية تثبت أن العراق ما زال الدولة المتقدمة ب 176 من مجموع الدول 179 دولة إحاطة، أنه الفساد ما زال مستشري في الدولة العراقية، ونحاول كمنظمات مجتمع مدني بكل قوة أن نكشف هذا الفساد، ولكن حقيقة نواجه مشاكل كبيرة على كل المستويات الحكومية، وجود الميليشيات المسلحة، وجود هناك من يرتبط اسمه بالدولة على مؤسسات التشريعية والتنفيذية التي تعيق عمل مكافحة الفساد كمنظمات. نحن نطلب دائما معلومات عن حالات الفساد في مؤسسات أو بعض المؤسسات، ولكن نواجه بقوة انه كون هذه المعلومات لا يمكن تقديمها لمنظمات المجتمع المدني الا من خلال المؤسسات الرسميه وكتب رسميه، وبالتالي اعتقد هي اعاقه حقيقيه لدور المجتمع المدني. ان ورشه اليوم هي مهمه للمنظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحه في محافظه واسط لاهميه الاولويات الوطنيه التي تم مناقشتها في هذه الورشه، حيث انه ثلاث اولويات مهمه جدا في محافظه واسط في قطاع الصناعات الاستخراجيه هي الاثر البيئي وقضية المنافع الاجتماعية وقضية استثمار الغاز، هذه مهمة جدا يجب أن تركز عليها الحكومات المحلية في واسط، وأيضا الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، لأنها تحقق بنى تحتية جيدة، تحقق أيضا تلوث بيئي أقل، ودعم للفئات الفقيرة والمهمشة، واستثمار أمثل للصناعات الاستخراجية في المحافظة.